على حسن لاعب الشامبين السابق روني فهد باسل بوجي بيحاول يلعبوا السكرين عم نشاهد شوف السكرين دبل سكرين لروني فهد ممكن ياخذ ثريز لا ممكن يلعب لبشير عموري او لروي عفوا روي مع بادي كونتاكت برافو روي بادي كونتاكت رائع جدا لكن كان في دبل الدوري اللبناني مع نادي الشامبين مع فريق فهد الخطيب بدوش روني فهد روني فهد روني على ثلاث نقط شو هالروني شو هالروني يا جماعه شو هالروني يا جماعه شو هالروني يا جماعه هذا لاعب ابدا ما بيستبعد من منتخب لبنان ابدا ابدا ما لا يجوز التفكير في استبعاد روني فهد المنتخب لبنان ابدا ابدا لاعب شوتر 16 نقطه لروني فهد 16 نقطه روني فهد 10 سنين 12 سنه 13 سنه روني فهد ما زال نسبته على خط الثلاث نقط مرتفعه لكن نسبه اروع عم بتكون عند الفريق الفلبيني بهالجيم نسبة رائعة جدا عند الفريق الفلبيني على هالجيم مباراة شو هالمباراة ما في علن كيك ذا بول اوت ما في اي دفاع اوبن شوت كيفن 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 برد على روني فهد حسن دندش 571 فرق الأربعة مباراة راح تحلقوا ولسه مطول الجيم أكيد نحكي عن أربع دقايق لعب مارك راح يسجل راح يسجل راح يسجل لا والله ما سجل أوبن شوت ضاعت ضاعت 571 كيفن كيفن صاحب الثري الأخيرة عند لاعب أيضا بشوت لكن بيقرر الدرايف 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 والأحلى الدرايف والأروع ممتاز ممتاز غارفو غارفو أرادازا عم بيلجح ب 2 الجماهير الفلبينيه الحاضره روي رح تعملها دانك لا ايزي باسكت لروي سماحه لكن بيك اند رول بلاي بنتمنى لك السلامه يا روي سماحه اي احتكاك رح يكون بخطا هذا اللي صار 77 73 كره عند لاعب شويت شويت اللاعب شويت باي طريقه باي طريقه عم بيسجل غارفو لاعب الاجنبي بصفوف المتحد عنده 21 نقطه هو ابرز سكورر بهالجيم روني فهد عنده 16 هنا بعد التو بوينتس بيرسنتج او الفيلد جول بيرسنتج تصاب روني فهد لاعب بيور شوتر بينجح 17 نقطة روني راح يخليهم أربعة بيخليهم أربعة لاعب شويت يا جماعة منتخب لبنان على أرضه يكون واحد من ثلاث فرق اللي راح تأهل لكأس العالم لكن بهالطريقة بالفلبين راح يكون الفريق الفلبيني حاضر الفريق الصيني حاضر الفريق الكوري حاضر اللبناني إيراني المنتخب الأردني كل راح تتصارع وما حدا احسن من حدا هناك بالعاصمه الفلبينيه من اللي راح يكون في حظوظ كبيره 20 هناك البحرين مباراه لتحقق التطور في جميع المجالات تتطلب طبعا قيادتها الحكيمه وايضا في جميع المجالات اقول المجال الرياضي فضل طبعا القياده الحكيمه نرجع على ارض الملعب 79 75 فارق الاربع نقاط حاضر دقيقتين و11 ثانية. هنا الكرة الصراع الأخير بين روي وماركوس دوديت، البول بوزيشن بيرجع عند البوجي. باسل بوجي، مين راح يسجل؟ مين راح يسجل؟ روني فهد راح يسجل، روني فهد الحل هو الكي بلاير لكن هو لا مطلوب مسح أرضية الملعب لأن اللاعبين عم بينزلقوا ومطلوب الآن مسح أرضية الملعب في خطأ بيطلع من السكرين لكن شوفوا عملية الانزلاق شاطي كريم لعب اريبال زحلة لكن خلينا نشاهد هالبوزيشن لانه مهم كثير ليرجع يقصر الفارق لسله واحده مارك راح يسجل مارك راح يسجل اسيست تحت السله بلوك شوت بلوك شوت بوقته 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 لكن ما زالت الكره مع مين؟ مع الفريق المتحد ماركوس ديت اللي عم نشاهده امامنا صاحب ال 20 نقطه موجود شوفوا بالعالي 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 اوت اوف بونس حسن دندش اسيست ليمارك بتعرض بلوك شوت ثاني عارف ان باسل بوجي هو الحل هو الحل اوه والله ضيعت يا باسل بوجي لكن في خطا على مين؟ في خطا لصالح فريق المتحد 79 75 فارق الاربع نقاط هنا في اعتراض من الكوتش لكن ابدا الاعاده ما بتخبي اي شيء ما بتخبي اي شيء يا كوتش فينسنت بيريز هنا الكوتش الفرنسي جون ديني شولي وهنا باسل بوجي باسل ما بيسجل مارك على الاوفنسيف ريباوند مارك عم بيجي من مكان بعيد يضغط على كيفن مطلوب الجود ديفنس يا حسن ومطلوب يا كيفن تيم وورك كيفن بيدخل كيك ذا بول اوت دفاع روني فهد موجود 24 سكند فيوليشن لكن لا باسل بوجي اوه روعه روعه يا كيفن روعه يا كيفن بلاتون عم بيجيب اوفنسيف ريباوند بوقته وفريقه متقدم بيسلم وخلينا نشاهد هنا ماتوي الن الفريق الفلبيني اكيد بيحاول يستهلك كل ثواني هالهجمه واخيرا
كيفن ألاس كيفن بلاتون ألاس على الفري ثروز. فريقه بيتقدم ب 2 بوينتس وممكن يرفع التقدم لأربعة إذا ما نجح. إذا ما بينجح الرمية الحرة الأولى. شاهد قديها الجماهير بتحب الباسكت بول، قديها بتعشق الباسكت بول. بقول أكيد مع المباراة المقبلة الجماهير رح تكون ممتلئة وهروري سماحة. إذا ما بينجح الفريق الفلبيني برميتين ممكن نشاهد اكسترا تايم، أول اكسترا تايم في البطولة. ممكن نشاهد 3 بوينتس تنهي الأمور تماما. هنا في خطأ، هنا في خطأ، والخطأ رح يكون بتو شوتس. الخطأ رح يكون بتو شوتس وخطأ مش بوقته. ليه؟ لأن روني فهد على الرميات الحرة. لا 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 ما رح يكون في رميات حرة، لا لا ما رح يكون في رميات حرة لأن التيم فاولز على الفريق الفلبيني. هذا ثالث خطأ شخصي. تايم اوت، وقت مستقطع. تدخلات الكوتش الفرنسي وأيضا هنا الكوتش جان وأيضا الكوتش فينسنت مدرب فريق سمارجلس. ثمان ثواني ونص السايد اوتسايد لفريق المتحد. هل راح يعادل؟ لا ضيعتها يا حسن دندش. لا ضاعت. خلاص. الفريق الفلبيني عم بيحقق اول فوز لإله ببطولة دبي الدولية لكرة السلة. 79-77. الدراما ما في احلى من هيك. اذا بدنا نحكي عن دراما، هي الدراما، هي الباسكتبول، هي الروعة، هي الاثارة. مع اخر ثانية عم تنتهي هالجيم مشاهدي الكرام. الفريق الفلبيني اولى نقاطه بهالمجموعة، المجموعة الثانية. مبروك اذا الفريق الفلبيني. هارد لك لحسن دندش لرفاقه وفريق المتحد. راح نشوفهم بالجيمات القادمة بدون شك عبر دبي الرياضية. راح نكون اترككم طبعا مع لقطات لهالمباراة من مخرج اللقاء. إلى أن نلتقي مباريات أخرى، تقبلوا تحياتي معلقكم أشرف سمارة. إلى اللقاء.